إذن ينطلق الشوط السابع مشاهدينا متابعينا الكرام على مساهمة شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، سيارة توريس موديل 2015 انطلاقة سريعة ليلان بن بيتهوفن مع عادل الفريدي. يبدأ الانطلاق الآن، محطمة تحاول في المركز الثاني ابنة جاج مع إدغار يانغويز في المركز الثاني، وشاهد في المركز الثالث من نقاوها تحاول مع أحمد الأزهر اللحاق، وشيهان معلة قادم في المركز الرابع يتقدم للمركز الثالث الآن شيهان معلة، ولا زال ليلان يقود صدارة هذا الشوط. بن بيتهوفن مع عادل الفريد المنعطف ما قبل الأخير لجياد وأفراس الإنتاج عمر الثلاث سنوات، محطمة قادمة في المركز الثاني، والدخول من غلا حصة مع الخط المستقيم ليلان بن بيتهوفن، الفرس الحمراء تتقدم إلى الصدارة والمركز الأول، محطمة قادمة إلى الداخل الآن من الداخل قادمة محطمة، وكذلك شيهان معلة يأتي وغلا حصة الآن من الخارج تذهب إلى الصدارة والمركز الأول، غلا حصة ابنة رشن فلر تنهي هذا الشوط وتضيف انتصارها الثاني في سجلها السباقي. ألف مبروك.